أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربي، أصبحت لا أرجو غيرك، ولا أدعو سواك، ولا أرغب إلا إليك، ولا أتبرع إلا عندك، ولا ألوذ إلا بفنائك، إذ لو دعوت غيرك لأخلف رجائي، وأنت ثقتي ورجائي ومولاي وخالقي وبارئي ومصوري، ناصيتي بيدك، تحكم في كيف تشاء. لا أملك لنفسي ما أرجو، ولا أستطيع دفع ما أحذر. أصبحت مرتهنا بعملي، وأصبح الأمر بيد غيري. اللهم إني أصبحت أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك ورسلك، على أن أتولى من توليته، وأتبرأ ممن تبرأت منه، وأؤمن بما أنزلت على أنبيائك ورسلك، فافتح مسامع قلبي لذكرك حتى أتبع كتابك، وأصدق رسلك، وأؤمن بوعدك، وأوفي بعهدك، فإن أمر القلب بيدك. اللهم إني أعوذ بك من القنوط من رحمتك، واليأس من رأفتك، فأعذني من الشك والشرك والريب والنفاق والرياء والسمعة، واجعلني في جوارك الذي لا يرام، واحفظني من الشك الذي صاحبه تيهان. اللهم وكل ما قصر عنه استغفاري من سوء لا يعلمه غيرك، فعافني منه واغفره لي، فإنك كاشف الغم ومفرج الهم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فمن علي بالرحمة التي رحمت بها ملائكتك ورسلك وأولياءك من المؤمنين والمؤمنات. اللهم رب هذا اليوم وما أنزلت فيه من بلاء أو مصيبة أو غم أو هم، فاصرفه عني وعن أهل بيتي وولدي وإخواني ومعارفي، ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات. اللهم إني أصبحت على كلمة الإخلاص وفطرة الإسلام وملة إبراهيم ودين محمد صلواتك عليه وآله. اللهم احفظني واحيني على ذلك، وتوفني عليه، وابعثني يوم تبعث الخلائق فيه، واجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، برحمتك يا أرحم الراحمين.